السلام عليكم خوتنا، بخير. هنيا لاباس عليكم، نتمنى الله انكم تكونوا بألف صحة وعافية ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم جيتكم بواحد الفيديو، واش نقول لكم هذا التتمة ديال الفيديو اللي كنت درت لكم سابقا. المهم هذا فيديو اخر جديد. المهم خوتي كيما شفتوا انتم كتشوفوا النظر ديال والدي كيما شرف هذا ان شاء الله، غادا تبارك الله اللهم بارك فيك بواحد الشكل زوين، وغادا ان شاء الله بواحد يعني حتى المعلمية والصنايعية تبارك الله تيكون صناعي تيحط لك حاجة زوينة وحاجة نقية ويبدا يلحق. المهم اش نقول لكم اخوتي، نطلبوا الله يسهل على كل واحد، وما يسهل على كل واحد، والمقا راه زوين، راه كاين احسن من المقا والصلاح. راه صلحتي ونقيتي راه كتعيش نقي، ما صلحتيش ونقيتي كتبقى مكرفص حياتك كاملة. إلا صلحتي راه غاتمشي مزيان، وغاتبقى راس حياتك كتمشي نقية ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولو بالتاني ولو بالكثير ولو باش ما عطا الله. المهم والدتها هي مسكينة راه ماشي جات وسط ثلاث شهور، حتى هي دارت واحد المجهود وردت من حد الحي، ودارت يعني شي حوايج يعني هذا باش يعني ماشي هي غدا المعالجة، راه نتوما عارفين دابا غادي نقول لكم يعني الإنسان باش كتبغي واحد الحاجة راه ضروري كيتزير من جهة أخرى. والحمد لله كلشي غيفك الله، أنا راه كنقولها للوالدة، كنقولها للوالدة غير صبري وربي غيفك كلشي بإذن الله. ارتاح حتى ما غاتبقى، راه كلشي قالك هو الحل الموحد، كل حاجة إن شاء الله كيجي كتجي بوقتها ولله الحمد. المهم أخوتي نتمنى والله هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. المهم كتشوفوا كيما كتشوفوا هانتوما لا تبارك الله راه ولات نقية، ومازال غنبقى ومازال إن شاء الله غنوريكم فيديو آخر إن شاء الله فاش غنتسلي كلشي غيخص الطب الوسعي. المهم أخوتي نتمنى والله أن هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، ومهم أخوتي بقاو معنا إن شاء الله هانتوما معنا في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم، مازال غنوريكم كلشي إن شاء الله. السلام عليكم. أنا معلم. الله بخير. هاني يا معلم، لاباس عليك. هذا هو المعلم ديالنا الصبار، ها هو المعلم ديالنا الصبار. ها انتم شوفوا الديكورات اللي كيريكلا انتم دابا، هذا ها انتم هذا اللون هذا، وقال دابا عطاها بزاف ديال الاختيارات. كاين هذا اللوين هذا، كاين هذا اللوين ها هو، وكاين هذا اللوين هذا كري، وغالبا الوالده بغات دير هذا اللون هذا، هذا هو اللون اللي بغات دير الوالده. هانتوما المهم الصلاة هي شو تبارك الله، هانتوما هذا المعلم ديالنا، هانتوما تبارك الله شوف، هانتوما تبارك الله اللهم بارك. مازال فينيسيو، مازال الباندا، هاد الباندا هادي هي شو تبارك الله. المعلم النقا النقا باش كيعجبني انا هذا المعلم تبارك الله. ما انت شوف النقا تبارك الله، انت ما كيخليتها شي حاجة في الأرض طايحة، وشوف هاد ولقى غير طب الخدمة وداك الشيء يعني بالنية، الخدمة ديال النية. قليل فين كتلقى شي معلم تيخدم لك خدمة ديال النية هنا في الوقت هذا. المهم هذا المعلم اللهم بارك، اش نقول لكم معلم تبارك الله، ها هو هانتوما دابا دار البروميير كوشي هاكا معلم. مازال هذا عاد كي هاد الصبا غاشنو تيقولوا لها معلم؟ بلاتينير. شنو سميتها؟ بلاتينير. بلاتينير بلاتينير، هاد الصبا تيقولوا لها بلاتينير. وانا نحط لكم النميره ديال هذا المعلم هذا نيس، غنحطها لكم في صندوق الوصف وغتلقاوها ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه هو المعلم راه في مكناس، هنا في مكناس هو، مرحبا. حتى الا بغيتي تجي حتى شي مدينه اخرى ولا هذا ماشي مشكل ياك المعلم، ما كاينش المشكل، مرحبا. انتم تبارك الله، هذا البيت هذا فين ياك المعلم؟ هذا البيت فيني فيني، انتم شوف تبارك الله الخدمه زعما اش نقول، الخدمه نقيه ماشي خدمة نقية. هانتوما هدا تيقولو البلاتينية الصباغ، هادي أول مرة كنعرفها أنا، راه مكنتش كنعرفها في الحقيقة. هاهي خدمة مخيرة زعما، خدمة نقية تبارك الله. هانتوما هانتوما المعلم ديالنا راه تبارك الله ما عندي ما يتساب. هانتوما الكوزينة ديال الوالدة عرفتيني كي ولات اللهم بارك. هانتوما شوف تبارك الله، هذا الجليج هذا المعلم كولومبو هو اللي يخدم هذه الخدمة هذه. هانتوما الجليج تبارك الله ولات زوينة الكوزينة اللهم بارك. راه كون شفتو هذه الكوزينة كي كانت راه حالة، كانت من الجهة هذه من بوط الحيوطة، وكان بزاف. هانتوما تبارك الله اللهم بارك. راه اش نقول لكم، راه ما كاين الله يعز الحاجة تتصلح زعما، والصلاح والنقاء الله يعز النقاء وصافي والله. هانتوما تبارك الله اللهم بارك. هانتوما ايوا الله يسهل الامور، والله
كيسر الامور. هذا هو اللي نقول انتم تبارك الله داك الروزات تا هما دارتهم الوالده هادو، وهذيك تايد وحده في الصاله هنايا، بعد ان شاء الله غتسكن هنايا ان شاء الله ايوا. المهم داكشي اللهم بارك زوين، ما ديما نقول ديما نقول تبارك الله. ها هو هنايا هادي الدوش، هذا تا هو هو تا هو عاد صلحاتو تا هو. ها انتم تبارك الله شوف تبارك الله، تا السقف دار تجلي تا السقف. ها انتم عاد مازال تركب لاصاج هنايا ان شاء الله، غتركب لاصاج دير ديك لاصاج ديال سميتو ما ديرش الاخرى، دير ديك لاصاج وعاد دير الدوش، غيولي الدوش هنايا. اقول لها معلم يمكن لك تهضر شويه على هاد الصنعه هادي، هاد هاد الصباغه هادي يمكن لك تهضر عليها شي شويه. فوقاش بدات تستخدم هادي في هنايا كاع في هاد جديده هاد هاد بداو يديروها الناس يا وكاد عندها هذيك دابا هذيك البلانه اللي في يدك ديالها هذه خاصه بها. هي في القصه ديالها طاليان ياك، طاليان هي طاليان هي اللي طاليان طاليان ايوا قليل دابا شي صنايعي تلقى كيخدمها قليل. لا لا كاينين ها ياك، كاينين اللي كيخدموها تيتعلموا لها دغيا تت يعني تاع الصناعة كما كيقول لك صناعة بحر ما كتحدش، كل مره كتخرج حاجه كل مره ديما جديد هادشي ديال ديكوراسيون كل عام تتقعد جديد ايوا. وتا اللي كيبغي يدير راسو فشي حاجه راه كيعرف تا اللي كي ممكن يبيع شي خامه مطرا ممكن يبيع شي شيما تمشي عليها الدنيا زوارة كتمشي فهمتي كيفاش ايوا الله يسر الامور، الله يسر الامور، الله يزين الصناعة ويسر لك الامور ان شاء الله. انت كتخدم بالنية ديالك، ثاني كيخدم بالنية ديالو دائما تيربح، ولي تيخدم بقلة النية هذاك بوحدي تعاود ثاني. هادشي اللي كاين الانسان اللي تيخدم بنيته راه مزيان، وهاد كون ما شتي الخدمة بعدا راه باينة تبارك الله، الخدمة راه مخدومة، الخدمة ديال النية ماشي الخدمة ديال القلب تبارك الله. انتم شوف الحيط راه ما فيهش كاع غرام ديال الخدمة، شتي ما خلاش كاع بلاتات عندك داك شي حاجة اللي زعما تقول مثلا شي الباء شي مشى ولا يعني الحيط مفيني تبارك الله. والله إلا كان حط بيدي رطاب تبارك الله، والله إلا زعما اش نقول لك معلم تبارك الله. الله يعطيه الصحة هذا ولا نقول له ايوا. المهم المهم نخليكم اخوتنا انتم كي كتشوفوا دابا كتشتوا كيفاش شتوا انتم الدار دابا ديال الوالده هذه دابا قريبه تفينا ان شاء الله الرحمن الرحيم، راه مابقاش بزاف راه قريبه تفينا، راه مابقاش يعني باقي غير شي حاجه قليله وصافي ان شاء الله الرحمن الرحيم، باقا غير شي حاجه قليله وغتفينا ان شاء الله. ايوا واش نقول لكم، المهم انتم كتشوفوا اللي كما كيقول لك الحاجه اللي فاش كتصلح وكتزيان يعني كتولي حتى الجلسه فيها كترتاح فيها، وفاش كتكون مكرفصه ما كتجيكش الجلسه كاع فيها، ما كتجيكش الجلسه نهائيا. ايوا الحمد لله على كل حال، الله يسهل الامور، الله يسهل على جميع المسلمين والمسلمات، والله يوفق كل واحد، الله يوفق كل واحد على كل خير، الله يسهل على الجميع. المهم نتمنى من الله ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ومهم اخوتي الله يسهل عليكم والله يوفقكم والله يوفق جميع المسلمين والمسلمات. المهم في الصراحة هاد الدار عجبتني ولات زوينة اللهم بارك، والله إلا زعما ما شاء الله، الله يسخر الله يكمل كل شيء بخير، ونطلب من الله حتى أنا حتى أنا في الحقيقة حتى أنا تنطمح بأن نتمنى من الله نطلب من الله أن ندير دويرتي حتى أنا ونصلح بحال داك الشكي اللي دارت الوالدة إن شاء الله تكون حتى هي إن شاء الله بحال هكايا، ومهم أنا نصلحها داك الشيء على قد الجهيد وتكون نقية
كما كيقولوا الحاجه تنقى راها زينه، الحاجه تنقى مزيانه، الحاجه اللي تنقى تكون نقيه كتعيش مرتاح وكتعيش نقي في حياتك. ونطلب من الله تعالى نكون ان شاء الله ندير شي دويره ديالي تعالى، وتكون يعني تعالى ان شاء الله بحال هكا، كون صلحت انا على الذوق ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله يسهل الامور. وفي الحقيقه الوالده ديالي راه الذوق ديالها تيعجبني انا في الحقيقه، في اي حاجه فين ما بغات تتحضر شي حاجه كيعجبني الذوق ديالها، الذوق ديالها رائع. ودابا كما شفتوني انا دابا كنهضر معكم من البيت ديالي القديمه، هو البيت ديالي ديال القصدير هو هذا، ها انتم اخوتي البيت ديالي هو هذا ديال القصدير فين كنا انا وهاجر، ها هو انتم البيت زعما تبارك الله البيت هذا زوون، واخا هكا كنجلس فيه كنحس بواحد الراحه سبحان الله العظيم، زوين زعما ماشي في الحقيقه. واخا تكون ديك خصوصا ملي تكون ديك الشتيوه كطيح كتسمع ديك طق 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 طق، كتجيك حلوه، كتجيك حلوه تاع حتى زعما سبحان الله العظيم داك الشيء زوين، الاجواء فيه زوينه هذا البيت. ايوا المهم اخوتي نتمنى من الله ان يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. والمهم السلام عليكم، دابا نخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، والله يوفق الجميع لما يحب وارضاه، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.